بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدي كتاب قلوب عامرة. ما زلنا في تصحيح سورة المرسلات، نجهز المصاحف، هنبدأ اليوم من الآية 29 ونصحح حتى الآية 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر. إنها ترمي بشرر كالقصر. الحديث هنا عن جهنم، نعوذ بالله منها. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، هنا الكلام لمين؟ للكفار، مشركين، المعاندين اللي جحدوا الآيات ولم يؤمنوا لا بالرسول ولا بالرسالة. فده حلهم في جهنم، يتقال لهم ارجعوا كده للي كنتوا بتكذبوا فيه أيام ما كنتوا بتكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، ارجعوا بقى كذبوا، أهو بقى حقيقة دلوقتي، أهو كنتوا زمان بيتقال لهم خلي بالكم من العذاب ولابد من الإيمان ومعاكم الآيات والدلائل، كل واحد بيقول حاجة لابد أن يجيب دليل عليها، فكل رسول جاي بالرسالة وبالأدلة على أنه رسول من فين؟ من عند الله سبحانه وتعالى، جاءهم بهذا الوحي الصادق من عند الله سبحانه وتعالى، فكان لابد أنهم يصدقوا فكذبوا. فهنا في تهكم، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. ما فيش حاجة هتحوش عنهم العذاب يوم القيامة، فلا ظليل ولا يغني من اللهب، واللهب ده صعب جدا يوميها. ربنا بيوصفه إنه لهب جهنم، يعني مش نار، ده لهب، ده معناه ان النار شديدة جدا، عشان كده ألسنة اللهب كتيرة. وشوف وصف ألسنة اللهب ازاي يا آدم، قال انها ترمي بشرر كالقص. شوف كده لما تشوف القصر البيت الكبير الفخم الضخم، شرر جهنم قد القصر، تخيل انت بقى الشرر بتاعها ده، وفي سرعته عامل زي ايه؟ كأنه جمالة صف، زي الجمال اللي لونها أصفر السريعة في المشي، هو كمان الشرر بتاعها سريع جدا. فشوف المشهد ده، نسأل الله السلامة. إنها ترمي بشرر كالقصر. إنها ترمي بشرر كالقصر. ترمي ليه؟ لأن الراء ساكنة قبلها مفتوح، فترمي وما وراش، ما فيش وراها حرف من حروف الاستعلاء. الراء هنا عندي ساكنة قبلها مفتوح، فهتبقى مفخمة. الراء عندي ساكنة في وسط الكلمة قبلها
مفتوح هتبقى إنها ترمي بشرر كالقصر. إنها ترمي بشرر كالقصر. كأنه جمالة صفر. كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون. هذا يوم لا ينطقون. اليوم ده اللي هو يوم ايه؟ اللي عارف يرفع ايده هي أنس. قيامة. يوم القيامة اللي هو يوم الحساب، يوم الجزاء. في اليوم ده انقطعت أعذارهم، ما عندهمش حجة بقى، ما عندهمش حجة يقولوا ده احنا ما جالناش رسل، ده انتوا جالكوا رسل وجات لكم كتب معاهم وفي آيات في الكون، خلق الله العظيم في أنفسكم وفي الكون حواليكم. تفكروا في آية خلق الإنسان ده، أي كل واحد يبص لنفسه والنعم اللي فيها، عينيه وإيديه ورجليه، كل دي نعم تستدعي منا الاعتبار ان مين اللي مين اللي عمل ده، مين اللي خلق ده؟ الله جل جلاله الله. فالايات دي لما يغفل عنها اهل الغفله ربنا بيتوعدهم ده مصيركم في الاخر. فده انذار ولا مش انذار؟ انذار. عشان يرجعوا ايه لنفسهم ويفوقوا ويلحقوا نفسهم في الدنيا قبل ما ياتي ايه المصير في الاخر. مفيش اعذار ولا هيقدروا يتكلموا حتى ربما ان هم من كتر الهلع والمنظر الرهيب ده هيسكتوا يتخرسوا ما عرفوش يتكلموا. عشان كده ربنا بيتوعد بيقول ويل للمكذبين، يعني الهلاك والويل والعذاب الشديد لذلك الإنسان الجاحد بنعم الله اللي أنا خلقت له عقل. ربنا سبحانه وتعالى أنا خلقت لك عقل تفكر بيه، تبص الشمس وتبص القمر، آية الشمس وآية القمر وآية الكون والسماء والسحاب والجبال والمية اللي بتشربها وفي نفسك كل الأجهزة اللي ربنا مديها لك دي عشان تتفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى. وانت بعد كده تدعي خالق غير الله أو تكفر بالله وتجحد بآياته. فيبقى هنا المشهد ده مشهد فيه انذار لهؤلاء المكذبين. هذا يوم لا ينطقون. هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. إن شاء الله الحلقة المقبلة بإذن الله أنتوا هتصحح معاكم. وصدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. واجعله اللهم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين.